بدأ عام 2008 تغشر من أعقد أزمة في العالم، وهي الأزمة السورية. فكان العالم على موعد من بدء انطلاق الوجود الفعلي للجيش التركي في سوريا عبر عملية غصن الزيتون في الشمال السوري. وفي نفس الشهر تحديداً، في 27 جونفي من العام نفسه، أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال السعودية الوليد بن طلال بعد احتجاز لمدة شهرين في فندق الريترز كارتون. وفي 30 مارس انطلقت أولى تظاهرات مسيرات العودة الفلسطينية، والتي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، والتي أجبرت من خلالها المحتل على وقف عدوانه ضد القطاع المحاصر. وفي 8 مايو انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، لتبدأ الولايات المتحدة سلسلة صراعات جديدة مع طهران. وبعد الانسحاب مع إيران ب6 أيام، نقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وفي 9 جويلية لعام 2018، استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحقيق حلمه السياسي، ونجح في توفيق النظام الرئاسي عبر تغيير نظام الحكم. وفي 24 جويلية كانت السيدات السعوديات مع أهم قرار يمنحهن العاهل السعودي، وهو السماح للسعوديات بقيادة السيارة بعد منع دام لقرابة 31 عاما. وفي 2 أكتوبر الماضية، أكبر قضية رأي عام هزت العالم منذ سنوات، وهي اغتيال السعودية لصحفيها جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بالعاصمة التركية إسطنبول. ومنذ اغتيال جمال خاشقجي لم تتوقف صحف العالم عن سرد تفاصيل اغتياله والمتسبب في تلك الجريمة. وفي نوفمبر الماضي تحديداً، في 17 من الشهر ذاته، كانت فرنسا مع أسوأ احتجاجات منذ سنوات، قادتها مجموعات أطلقت على نفسها أصحاب السترة الصفرة. وتأتي مظاهرات حركة السترة الصفرة ضمن سلسلة احتجاجات قاسية ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومنذ أيام فقط تضرب المظاهرات الاحتجاجية شوارع السودان رفضاً لغلاء الأسارة. أسفرت تلك الاحتجاجات عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.